معلش يا ايلين ما تزعليش، لما تيجي دي انا هوريها، ده انا هرفدها. يا بابا انت عارف ان الجوارة دي غالية عليا قوي يا بابا. وكان تمنها غالي، كان ب100,000 جنيه، كنت عايز اشتري بيها حاجات كتير. معلش يا ايلين يا حبيبتي، الست دي طلعت حرامية، لو جت انا هوريها، هحاول اتصل بيها وادور عليها في كل مكان. ماشي يا بابا. ايه يا ايلين في ايه؟ الست الحرامية دي سرقت الجوهرة بتاعتي، دي مش خدامة دي حرامية. ايه ده، انا عمري ما توقعت منها كده. هو انت قعدت معاها كام يوم عشان تتوقع منها ولا ما تتوقعش منها؟ معلش معلش، ان شاء الله هتيجي وناخد منها الجوهرة. ماشي. لا اله الا الله، الا منيمه والكوكاكولا والشيبسي في ايده، ايه ده؟ يا ربي، ايه الست الحرامية دي؟ انا مش عارف انا جبتها ليه اصلا، المفروض كنت الاول اكون متاكد منها، المفروض بعد كده ما اجيبش اي حد كده وخلاص. يا رب تيجي بس. ايه يا ولاد، ايه الصوت ده، فيه ايه؟ قولولي يا ماما. الصراحه الخدامه دي طلعت حراميه وسرقت الجوهره بتاعتي وهربت. يا ربي، الصراحه انا ما كنتش مطمنه لها اصلا. وانا كمان. طب يا ايلين، انتوا وانس عارفين في الفندق؟ بابا راح يدور عليها. طيب ماشي. بابا لقيتها؟ لا، او كمان حاولت اتصل بيها ما بتردش على الموبايل بتاعها. يا ربي بقى، كده الجوارة بتاعتي راحت. لا ما تخافيش، ان شاء الله هترجع. مين مين مين؟ انا سعدية، افتح يا باشا. انتي مش انت سرعت الجوهرة بتاعت بنتي؟ لا والله يا باشا، ما سرعت حاجة. امال احنا ليه مش لاقيين الجوهرة بتاعت بنتي؟ راحت فين؟ ممكن تكون ضاعت هنا ولا هنا يا باشا، والله ما سرقت حاجة. بقولك ايه، انا مش عاوز كده، وريني الشنطة اللي في ايدك دي. والله يا باشا ما سرقت حاجه يا باشا، سامحني يا باشا، صدقني ما سرقتش حاجه. انت كلامك غريب وانا شك فيكي. يعني ايه عاوزه تفهميني ان هي الجوهره اختفت لوحدها؟ احنا صحينا ولا لقيناكي انت ولا لقينا الجوهره، يبقى مين اللي اخذ الجوهره؟ ممكن تكون في اي مكان يا باشا، صدقني ما اخذتش حاجه. يا ربي يا ربي، هاتي الشنطه اللي في ايدك دي. لا يا باشا بالله عليك، لا هاتي الشنطة. مش انتي بتقولي ان انتي مسرقتيش حاجة؟ ايوة يا باشا والله ما سرقت حاجة. خلاص هاتي الشنطة عشان اتأكد. هاتي بدل ما اتصل بالبوليس. لا بالله عليك يا باشا، البوليس لا، اتفضل يا باشا. ايه ده، انتي كده ما سرقتيهاش؟ اسفة والله يا باشا، اسفة. امال ايه ده، فهميني ليه كدبتي يعني؟ ده اول يوم ليك يا شيخة، ايه ده؟ صدقني انا كنت محتاجاها، والله كنت محتاجاها. محتاجاها في ايه يعني؟ ده انت طلعت حرامية بقى. صدقني يا باشا والله، لا والله انا ما حرامية، والله العظيم لا. امال ايه ده؟ يا باشا انا بنتي محتاجة عملية، ولا مش معايا ولا مليم، بنتي الوحيدة بتموت ما بين ايديا، وانا مش عارفة اساعدها، اعمل ايه يا باشا؟ والله العظيم انا اضطريت ان انا اعمل كده، والله العظيم يا باشا انا مش حرامية، انا اضطريت ان انا اسرق عشان احطها في فلوس العملية بتاعت بنتي، انا بنتي بتموت يا باشا، بنتي بتموت والله. انا مش قصدي ان انا اسرقكم واضايقكم، انا بنتي العمليه بتاعتها غاليه جدا، وانا ما عرفتش اعمل ايه، رحت اضطريت ان انا اسرق. طب ليه ما قلتليش؟ انا كنت ممكن اديكي فلوس. والله العظيم كنت عارفه ان انتوا مش هتوافقوا. ليه؟ انت لو كنت قلتلنا اكيد كنا هنديكي. والله انا خفت تعملولي حاجه، خفت ان انتوا تطردوني. انا بشتغل خدامه من زمان عشان الاقي فلوس لعمليه بنتي، وبنتي مرميه في المستشفى لوحدها، وفلوس الشغل مش هتكفي، ده انا بشتغل خدامه مفيش اي حد عاوز يبني في الشغل.
فعشان كده اضطريت ان انا اسرق منك. والله العظيم انا مش حرامية. سامحني يا باشا، بالله عليك ما تخبر البوليس. خلاص خلاص، انا مش هقول للبوليس. انا هديك فلوس لعملية بنتك. بجد يا باشا؟ والله. ما تزعلش مني يا ايلين يا حبيبتي، والله العظيم اضطريت ان انا اسرق. صدقيني انا عندي بنت قد كده. والله انا حبيتك اول لما شفتك عشان انتي شبه بنتي، وبنتي بتموت وانا مش معايا فلوس عشان اعمل لها العمليه. انا مش زعلانه منك ولا حاجه، انا مسامحاكي خلاص، وان شاء الله هتقدري تعملي لها العمليه وبنتك هتخف. صدقيني. ايه بندق، هتعمل ايه؟ انا هاخد فلوس وهديها لها. ماشي، اتفضلي، المحفظة دي فيها فلوس تكفي عملية بنتك. ماشي والله، شكرا يا باشا، انا مش عارفة اشكركم ازاي. صدقوني انا ماليش عيلة عشان كده اضطريت اسرق. خلاص خلاص، احنا مسامحينك، اتفضلي. شكرا جدا، انا لو قعدت طول حياتي بشكركم والله العظيم ما هيكفي. مفيش شكر على واجب، يلا روحي واعملي العملية دي لبنتك. ماشي. يا بابا، الست دي صعبت عليا قوي. اه والله غلبانه، ربنا يشفي بنتها يا رب. عملت ايه يا بندق؟ انا اديتها الفلوس وهي دلوقتي راح تعمل العمليه لبنتها. الحمد لله والله كويس. شفتوا بقى يا ولاد، انا لو كان رجلي ما اتكسرتش البنت دي ما كانتش هتخف، عشان ما كانتش هتلاقي فلوس تدفع العمليه. ايوه صح يا ماما، عشان انا لما رجلي اتكسرت بندق جاب خدامه، وهي لما جت اخذت الفلوس من بندق فراحت ودفعت عمليه بنتها، وبنتها ان شاء الله هتخف وهتبقى بصحه كويسه. يعني الحمد لله كسر رجلي بقى اللي طلع لي نافع. ايه اللي حصل؟ انتوا مين وفين بتعملوا ايه؟ انت يا مهند الايام دي اتجننت خالص. روح يا مهند واتغطى كويس. ها ايه ده بقى؟ طيب بصوا، انا هروح بقى اكمل نومي عشان انا تعبانه قوي. ماشي. بص يا ولاد، عايزه اقول لكم على حاجه. ايه يا بابا؟ تعرفوا عيد ميلاد من بكره؟ ايوه انا عارف. مين؟ عيد ميلاد ماما. صح، احنا عايزين بقى نعمل لها مفاجاه. ها ماشي، بكره ان شاء الله ننزل ونجيب لها تورته وحاجات ونعمل لها مفاجاه. ماشي يا بابا، بس خلي بالكم دي مفاجأة، يعني محدش يقول لها. لا ما تخافش يا بابا، احنا مش مهند عشان نقول لها. ماشي. اللبس اللي انت لابسه دوت يا انس حلو يا بابا. ده حلو، شكله مش حلو خالص يا انس. لا عاجبني. ماشي، بالعموم هي فين اختك؟ ايلين جوه بتغير. طيب هو احنا هننزل نشتري ايه؟ هنشتري التورته وهنشتري يعني حاجات كده شويه لعيد ميلاد وكده يعني. ماشي. وفين مهند؟ برضو بيلبس. يا ربي، دول الاتنين دايما مؤخرينا. ايوه والله، على فكره رزانة اتلهت بموضوع رجلها دوت ونسيت ان النهارده عيد ميلادها. ايوه ما هو واضح. يا عم وطي صوتك، وطي صوتك. ماشي. وايه يعني؟ وطي صوتك يا مهند. ماشي خلاص هوطي صوتي. ربي على الغباء، ولما دلوقتي مامتك تسمعنا. وايه يعني ما تسمعنا؟ مهند يا حبيبي، احنا عاملين لها مفاجأة. مفاجأة؟ اسكت خالص، اسكت. خلاص ماشي ماشي هسكت. ايه رأيكم؟ لا اله الا الله، ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكم ده يا جماعه؟ هي حفله تنكريه ولا ايه؟ لا ده عيد ميلاد ماما، يعني حفله برضو. صبغتي شعرك؟ ايوه. ما انت شايف ايه؟ دي باروكه. هي باروكه مش باروكه. طلعت مش باروكه فعلا. حلو ولا لا؟ مش عارف، حاسه ان انتوا لبسكم غريب جدا يا بابا. ده بالليل اللبس اللي انا لابساه بينور بجد. يا ربي بقى عليكم.
ايوه يا مهند، لما بيبقى يكون بالليل والدنيا ضلمه لبس دوا بينور. الله، انا عايز اشوفه بينور، عايز اشوفه بينور. لو سمحتي لو سمحتي. طيب لو احنا بالليل ننزل ونشوف هو بينور. ماشي. طيب يلا بقى عشان نتأخر. يلا. يلا انا دلوقتي هروح عشان اصحي رزان. ماشي يا بابا، انا متحمس قوي، وانا كمان عايزه اشوف ردة فعلها. يلا رزان، رزان يا رزان، يلا اصحي. ايه ده، في ايه؟ تعالي. في ايه بس؟ تعالي بس، في حاجه. شكرا جدا. ايه رايك في المفاجاه دي؟ جميلة جدا بجد، شكرا ليكوا، انا كنت ناسي فعلا النهاردة عيد ميلادي. يلا بقى عشان نغني. يلا. شكرا لكم، او انا مش عارفه اشكركم ازاي. يلا بقى افتحي الهدايا عشان ناكل التورته. ماشي. واو، التورت. يلا كملي فتح الهدايا. ماشي. القلم ده بتاع حاجة معينة، لازم تفتحي الهدايا كلها عشان تعرفي القلم ده بتاع ايه. ماشي. اوه، لابتوب، بجد انا كنت نفسي فيه من زمان. القلم ده بتاع التابلت، اهو بيكون كده. بجد شكرا لكم جدا. يلا رزان، احنا دلوقتي نروح المستشفى. ليه طيب؟ عشان نكشف عن رجلك، نشوف ايه اخبارها يعني. طيب ماشي. يلا، والولاد لابسين وجاهزين. طيب ماشي. ايه الاخبار يا دكتور؟ للاسف يا استاذ بندق، مراتك هتحتاج لعملية. عملية؟ ايوه. طيب ماشي، امتى العملية دي؟ احنا نقدر نعملها دلوقتي. تمام ماشي، والمبلغ اللي انت عاوزينه قوله لي على طول وانا هدفعه لك. ماشي. احنا دلوقتي هنروح عشان نبدا العمليه. تمام يا استاذ. استاذ بندق. حاضر انا جاي. العمليه دي دايما بتنجح ب70% بس، 30% مش بتنجح. طب ما فيش اي عمليات تانية؟ للاسف لا. طيب انا مش عارفه اقول لك ايه والله. طب خلاص اعملوها. طيب خلاص، ان شاء الله مش هيحصل حاجه ان شاء الله. بعد انتهاء العمليه. استاذ بندق. نعم يا دكتور، في ايه؟ ايه اخبار رزان؟ انا اسف جدا والله، مراتك رزان عندها شلل نصفي. للاسف العمليه فشلت، ومراتك رزان بقى عندها شلل نصفي. انا مش فاهم اي حاجه يا دكتور، كلامكم كله غلط في غلط اكيد. يعني ازاي كل ده عشان وقع تافهه؟ انا مش فاهم حاجه الصراحه. الكسر بتاع استاذ رزان كان فظيع، كان فظيع جدا، وما كانش عامل زي اي كسر عادي. ف
فعشان كده كان لازم نضطر ان احنا نعمل العملية. وانا بقول لك العملية احيانا بتفشل واحيانا ما بتنجح، فلو فشلت بيحصل الشلل النصفي. بابا بابا، ايه مهند في ايه؟ يعني ايه شلل نصفي؟ يعني مامتك رزان مش هتقدر تتحرك تاني. لا 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 يا بابا لا.